معنا من القدس الدبلوماسي السابق مائير كوهين. أهلا بك السيد مائير. يعني لقاء جيك سوليفان مستشار الأمن القومي مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، هل يبدو من خلاله أن هناك ملامح للاتفاق من قبل الجانب الأمريكي مع الجانب الإسرائيلي حول مستقبل قطاع غزة في ظل الحديث عن الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب؟ أعتقد أن إفاد رون ديرمر وهو وزير التخطيط الاستراتيجي في حكومة نتنياهو، وهو أحد كبار المراقبين المقربين من نتنياهو لهذه المهمة، بيدل على توجه ربما للتنسيق مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالمرحلة التي ستلي هذه الحرب. وهذه المرحلة طبعا نعرف أن هناك خلافات بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو في هذا الموضوع فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، ولكن ربما ستكون هناك نوع من الاقتراحات بما يتعلق بالسلطة الفلسطينية بأن تكون سلطة فلسطينية متجددة. ونحن نرى أن مصر قدمت ورقة تتعلق بالحكومة الفلسطينية أن تكون حكومة يعني تعتمد على الخبراء، وهذا أمر طبعا مستحب. أما فيما يتعلق باستمرار هذه الحرب فهناك خلافات أيضا داخل المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب حول هذا الموضوع. هناك من يعتقد بوجوب استمرار هذه الحرب وعلى رأسهم نتنياهو، وبين يعني أعضاء آخرين يعتقدون يجب الانتقال لمرحلة أخرى تتعلق بالمرحلة الثالثة مع وضع يعني نوع من المنطقة حدودية مع قطاع غزة، منطقة عازلة، وكذلك القيام خفض عدد القوات في المشاركة في هذه الحرب، والانتقال لحرب أخرى هي تكون أشبه بحرب عصابات. نعم، في ظل حديثك يعني سيد مائير كوهين عن المنطقة العازلة، تناولت مصادر إسرائيلية الحديث عن حرب الاستنزاف، لكنها تحدثت أن هذه أو حرب الاستنزاف هذه بحاجة إلى حملة سياسية واقتصادية في الوقت الذي تحتاج إلى وجود حملة عسكرية بالطبع. لكن كيف للجانب الإسرائيلي التعامل مع هذه الضغوطات خصوصا من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية؟ طبعا ما في شك أن من الناحية الاقتصادية هناك يعني أثر وتداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب إطالة أمد هذه الحرب، ولكن يجب أن نذكر أن هذه الحرب هي فرضت على إسرائيل، وهي لم تختار هذه الحرب، وما تعرضت له من مآسي ومواجع وأثار جمة هي لا تزال حتى اليوم. إسرائيل تتعرض أيضا للقصف، المدن الإسرائيلية والبلدات الإسرائيلية المتقمة لقطاع غزة مهجورة، هناك أحداث تتعلق بالمخطوفين، وكان هناك حديث للرئيس بايدن مع أمير قطر بشأن موضوع المخطوفين الليلة الماضية، وهناك جهود أيضا مصرية تتعلق بهذا الإطار. لكن طبعا استمرار هذه الحرب هو يجب أن يكون بتحديد أهدافها. أهداف هذه الحرب هي القضاء على حماس، وأن تكون هناك منطقة عازلة، وأن تكون إدارة إسرائيلية أمنية لقطاع غزة. سيد مائير، يعني تحدثت أنت عن الجدل الموجود في مجلس الحرب الإسرائيلي، لربما من أهم نقاط الجدل في مجلس الحرب هي المواجهة واستعادة مكانة إسرائيل أو الردع الإسرائيلي. برأيك كيف لإسرائيل التعامل مع ما تحدث عنه البعض بأن إسرائيل فقدت هيبتها وفقدت استعادة الردع ومكانتها كقوة عسكرية؟ ما في شك أن هذه الحرب يعني كان لها تداعيات ولها انعكاسات على قوة إسرائيل. أولاً أن هذه الحرب هي حرب يعني بتواجه إسرائيل أكبر قاعدة للإرهاب في العالم. ما تقوم به ما قامت به حماس حتى الآن من أعمال حفر تحت الأرض وأنفاق وكل ما شابه وتجميع أسلحة، فكان لابد من القضاء على هذه عملية
عملية تنظيف وتطهير للمناطق التي تم احتلالها، وبالتالي القضاء شيئا فشيئا على قدرات حماس العسكرية والسلطوية. هذا هو الهدف. ولكن إطالة أمد هذه الحرب بينعكس أيضا مع زيادة عدد الضحايا في صفوف الجانب الإسرائيلي من القوات. ولكن طبعا ما في شك أن هذا ليس بنفس الحجم الذي هددت حماس بأنه في حالة قيام إسرائيل بمواجهة في قطاع غزة فسوف يسقط المئات من الضحايا من قبل الجنود الإسرائيليين. حتى الآن إسرائيل مسيطرة على 50% من قطاع غزة، شمالي قطاع غزة، وهي تتجه وهي في نحو الجنوب من أجل أولا القضاء على قادة حماس وتحرير الرهائن. نعم، لكن سيد مائير، ألا تبدو أن هذه الحرب، دعني أوصفها بأنها حرب نتنياهو وليست حرب إسرائيل؟ نتنياهو يسعى إلى إطالة أمد هذه الحرب، يعني حتى لا تتم محاكمته ومحاسبته والبحث في تحقيقات حول الفشل الذي تم في 7 أكتوبر، في ظل أن إسرائيل تتكبد خسائر في الأرواح، في العسكريين، في من قتلوا في 7 أكتوبر، وأيضا الخسائر الاقتصادية التي يعيشها الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة. نعم، هذا صحيح. ولكن طبعا بالنسبة لنتنياهو هي ليست حرب نتنياهو، لكن لأن نتنياهو هو محكوم في إطار مجلس الحرب، المجلس العسكري السياسي للحرب، وهذا المجلس بيتكون أيضا من وزير الدفاع ورئيس الأركان وكذلك بني جانتس من المعسكر القومي، ولذلك القرارات هي تتخذ وفقا لهذا الإطار. لا يمكن لنتنياهو أن يتخذ قرار مغاير لما اتفق عليه. سمعنا بالأمس رئيس الأركان يتحدث بأن الحرب ستستمر، سمعنا أيضا وزير الدفاع بأن الحرب يجب أن تستمر من أجل القضاء على حماس. فالمسألة لا تتعلق بنتنياهو فحسب، وإنما تتعلق بتصور عام داخل المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب. نعم سيد مائير، يعني تحدثت مصادر عن أن مصر قدمت المبادرة التي تتضمن 3 مراحل، بدءا بالإفراج عن المحتجزين من المدنيين، ثم الوصول إلى حكومة تكنوقراط، إلى يعني الإفراج عن الأسرى والعساكر من الجانب الإسرائيلي. لكن لربما ملف العسكريين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس هو الأعقد في كافة المقاربات للوصول إلى هذه الهدنة، يعني التي ستفضي إلى الإفراج عنهم. ما خيارات أو ما هي الخيارات التي تحكم إسرائيل في ملف الأسرى؟ أولاً الخيارات تتعلق أولاً بالوصول إلى نوع من الاتفاق بالتعاون مع مصر التي تقوم بدور كبير جداً من خلال مقترحاتها، بالإضافة إلى قطر. وسمعنا طبعا بالاتصال الهاتفي بين الرئيس بايدن والأمير القطري حول هذا الموضوع. لكن التصور العام في داخل الحكومة الإسرائيلية هو أنه من أجل الإفراج عن المزيد من الرهائن يجب مواصلة الضغط العسكري على حماس، بدون ذلك لا يمكن الوصول إلى صفقة أو نوع من التفاهم حول هذا الموضوع. وهذا ما تحقق في الصفقة السابقة التي تم الإفراج عن أعداد كبيرة من المختطفين، وكانت نتيجة للضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل ضد حماس. هذا هو السبيل الوحيد من أجل الإفراج عن الرهائن. نعم، في ظل الحديث، يعني السؤال الذي سبق هذا السؤال عن حرب الاستنزاف سيد مائير، يعني هل برأيك ما تناولته المصادر الإسرائيلية عن حرب الاستنزاف، قادرة هذه الحرب حرب الاستنزاف على القضاء على حماس برأيك؟ هي مسألة يعني القضاء على حماس هي وضعت في ضمن التصور لأهداف هذه الحرب. حتى الآن الذي يبدو أن إسرائيل تقوم بإضعاف قدرات حماس العسكرية والسياسية، ونشاهد ذلك على أرض الواقع، حيث يقوم الجنود بتفكيك كل البنية الأساسية العسكرية لحماس من أنفاق وما شابه. وكذلك الأمر يتعلق أيضا ليس فقط بالاستنزاف بالحرب مع حركة حماس. إسرائيل صحيح في حالة حرب في قطاع غزة، ولكنها في حالة
معركة على 7 جبهات كما أعلن عن ذلك وزير الدفاع يوآف جالانت بالأمس، وأن تتعامل مع 6 جبهات، إسرائيل تتعامل مع 6 جبهات، ولكن هناك جبهة واحدة لم تتعامل معها حتى الآن، وهي الجبهة التي الساحة التي تتعلق باليمن وما تقوم به من عمليات ضد إسرائيل، سواء بإطلاق صواريخ وكذلك طيارات مسيرة وضرب حرية الملاحة في البحر الأحمر. وهذا الأمر بيقتضي طبعا نوع من التعاون مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بهذا الموضوع. والاعتقاد أن زيارة رون ديرمر لواشنطن ولقاءاته هناك لوضع تصور فيما يتعلق بموضوع الحوثيين في اليمن. شكرا جزيلا لضيفي من القدس الدبلوماسي السابق مائير كوهين. شكرا لك.